التواصل يستمر مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، واللقاء يتجدد بحضراتكم. نرحب بكم أجمل ترحيبة من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان سح صبرة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. ينطلق هنا شوطنا التاسع الخاص بالأبكار المشتركات، بعدما تابعنا في شوطنا الماضي هنالك الزاهي محمد بن حمد بالدويس الشامسي بتوقيت زمني ومقداره 2:13. ينطلق بحفظا من الله ورعايته شوطنا التاسع والخاص بالأبكار المشتركات مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى المركز الأول. هناك الشاهنية، خليفة بن محمد بن منينه الشامسي يقدم لنا الشاهنية ويفتتح النداء مع المقدمة. بينما الشاهنية ثانيا سعيد منصور آل سالمين المنصوري يقدم لنا الشاهنية مع المركز الثاني. هنالك تابع الدخول والتسلل مع المركز الثالث. هنالك الحضور من قبل مراسيل محمد بن سالم بن راشد الدرعي يقدم لنا مراسيل. هنالك ايضا الدخول من قبل الشاهنية سعيد منصور آل سالمين المنصوري. وتابع بقية الاسماء، بقية الشعارات الحاضرة بالانطلاق والحاضرة بالاندفاع. ولكن اعود الى الشاهنية، اعود الى الشاهنية مع المقدم ومع الصدارة سعيد منصور آل سالمين المنصوري. مراسيل ثانيا محمد بن سالم بن راشد الدرعي ينطلق بهذا الانطلاق ويحاول بهذه المحاولات، ولكن خلاص الشاهنية مع المقدمة، الشاهنية مع الصدارة. مراسيل ثانيا تحاول ولكن خلاص. والنقطة الخامسة الله يا هذه النوعية، الله يا هذه النوعية، حافظ عليها وننتظرها. هنالك ميدان الوذبة. تهانينا والناموس لسعيد منصور آل سالمين المنصوري على فوز الشاهنية. مراسيل ثانيا محمد بن سالم براشد الدرعي المركز الثالث. هناك شاهنية عيلان بن سعيد بن عيلان المهيري توقيتنا المصاحب لانطلاقات الشاهنية 2:12. تهانينا والناموس لسعيد منصور آل سالمين المنصوري على فوز الشاهنية وتسجيله للنقطة الخامسة.